الميسرة لا أول لها ولا آخر. تحمل المسؤولية لمهندس نظام المآسي الذي يريد استعداد رجال ونساء التعليم، لكنهم عبروا ويعبرون بلسان واحد أنهم مستعصون على الترويض ويستعصي على ابن موسى وأمثاله أن يروض نساء ورجال التعليم، لأنهم القلب النابض الضمير الحي لهذا المجتمع. لأن بلسان واحد الوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون. لأن تحية لكل نساء ورجال التعليم على طول خريطة المملكة المغربية السعيدة الذين يجاهدون في كل المناطق في الأعالي والغبار السهول الصحاري من أجل إنارة عقول الناشئة، لكنهم لا ولن يرضوا بالذل